تبارك. نعم أستاذ. شنو تعرفين عن كارت الشاشة؟ شنو كارت الشاشة؟ اللي هو الجي بي يو. أستاذ ما أدري أنا. نسمع جعفر، جعفر وسام. نعم أستاذ. ايش تعرف عن كارت الشاشة؟ كارت الشاشة هو اللي يعني يكون أساسي بالحاسبة اللي تشكل ويا لوحة المذر بورد، اللي يكون بعدة هرتزات اللي هي 512 أو تيرا أو جيجا، ويكون مسؤول أكثر على الأمور اللي تصير بالحاسبة. حسن محمد. نعم أستاذ. شنو أنواع الهارد الموجودة الآن؟ ما أعرف والله أستاذ. حسين أحمد. نعم أستاذ. بالمناسبة يعني الأسئلة أريدكم تخلوها ببالكم، هذه الأسئلة هي للكل طبعا، لكن أنا حتى أشوف الأشخاص مو معناته أنه من أسأل شخص هو ما يعرفه معناته هو ما يعرف البقية، لا أكيد عنده معلومات، لكن هذه الأسئلة هي عامة للكل. فحسين قلنا حسين علي. حسين علي شنو تعرف عن الكاش؟ فلاش ميموري. نعم أستاذ، بس السؤال الكاش ميموري شنو الكاش ميموري؟ سامع شيء اسمه الكاش ميموري؟ وين يتواجد هذا؟ شنو شغله هذا؟ أستاذ، أنا عندي فكرة عنه، أعتقد بالذاكرة، الذاكرة المخبأة تصير بالحاسبة. وين تصير وشنو شغلها وايش قد ممكن احجامها ايش قد توصل؟ والله صراحة أستاذ ما عندي المعلومات الكافية عنه. زين. حيدر احمد. حيدر احمد. أبو كرار تسمعني؟ ديار استاذ جميل. وياك، ها حيدر استاذ سمعت وياك. اسمعني، شنو الفرق بين جبت اسم استاذ شنو الفرق بين الانتر، شركة انتر وشركة الاي ام دي؟ استاذ، بس الانترنت بيقطع ما قاعد اسمع. تمام. ديار جميل سمعيني، نعم استاذ. شنو الفرق بين الاي ام دي والانتر؟ ما اعرف استاذ. زين. عندنا ديما إبراهيم. نعم استاذ. وتعرفين شركات الحاسوب اللي هي الانتل والاي ام دي؟ استاذ هن معالجات حسب ما احنا درسناهن العام. زين. هن شركات، هن بالاصل شركات يعني يصدر احد اشكال المعالجات وبيناتهم تنافس، لكن شنو الفرق بيناتهم وليش هذا التنافس؟ استاذ ما ادري. تمام. عندنا رسول محمد. نعم استاذ. سمعت بالاس اس دي، الهارد الاس اس دي؟ استاذ هو هذا معالج مو استاذ؟ لا، هارد الهارد. استاذ هو هذا على نوعية الذاكرة والسرعة الأداء. ايه الهارد،
سابقا كان HDD ولحد الان موجود ال HDD، الان اصبح عندنا ال SSD. شنو الفرق بين ال HDD وال SSD؟ والله استاذ بصراحه ما عندي فكره عن رقيه رقيه مثنى. نعم استاذ. اي تقدرين تسولفين عن الهارد ديسك؟ استاذ هو يعني قرص صلب بالحاسبه موجود يحفظ لي الذاكره يعني. زهراء علي، زهراء علي شنو السي بي يو؟ علي صوتك ما اسمع. عندنا زينب راضي. زينب راضي سمعيني. نعم استاذ. إيه شنو تعرفين عن السي بي يو؟ ما اعرف استاذ. زينب وسام. نعم استاذ. اذا ضغطنا كنترول اكس بالكيبورد نضغط كنترول اكس شنو فائدته؟ اتذكر معك. زين سجى فارس. سجى فارس. تمام. هاي الأسئلة اللي سألناها الآن لازم أنت تعرفها. ليش؟ أولاً اختصاصك. ثانياً حتى تقدر تقود الحاسبة، حتى تقدر تدير الحاسبة، لازم تفهم هاي المفردات، لازم تعرف هذين شنو فائدتهم. بمحاضرة واحدة ما أعتقد راح تكفي. رسلت لكم رابط القناة. أكو بالقناة باب من أبوابه اسمه النصائح، نصائح في الحاسوب. تراجعونا قدر الإمكان، تشوفون هاي الفيديوهات. طبعا عندك هواي وقت، شوف المواضيع اللي تهمك، المواضيع اللي تفيدك. هسه مو شرط كلها، درس بعد درس. اتعرف على الميموري، اتعرف على السي بي يو، اتعرف على الشركات الانتل والاي ام دي شنو الفرق بيناتهم، اتعرف على الكاش ميموري. شنو الكاش ميموري؟ ليش سووا الكاش ميموري؟ ليش اكو سي بي يو جي بي يو؟ ليش ما يكون القطعه واحده؟ الهارد شنو الفرق بين الاتش دي دي والاس اس دي؟ هاي كل هالاشياء موجوده وشارحها بشكل بسيط، فاللي ارجو انه تراجعوهن وتشوفوهن بالقناه. الان راح نعمل مشاركه للملف. الآن واضح الملف؟ نعم استاذ. تمام. بعض الأشياء راح نركز عليها، بعض الأشياء راح نعبرها. اللي أركز عليها هي هاي اللي راح تجيكم بالامتحانات، بقية الأشياء مجرد معلومات عامة لك.
ما راح ادخلك بمتاهات، لانه الحاسوب فتشي يعني من يقول بحر، هو يعني بمعنى الكلمه بحر، كل مفرده من مفرداته تحتاج لها اكثر من محاضره حتى نفهمها. لكن احنا راح نتعرف بصوره سريعه على اهم المفردات، يعني مثلا انواع الحاسوب، او هو بالبدايه شنو الحاسوب. الحاسوب احنا نسميه الجهاز الغبي، من بعد ما اجى الارتفيشال انتليجنت اصبحت اللي يسموه السمارت، اللي احنا هسه الان مثل ما تشوفون سمارت فون او سمارت العارضات السمارت، يعني قصد الشاشات، وايضا الحاسبات. ليش صارت سمارت؟ لانه انت بعض الاحيان تخلي بصمه، تخلي مثلا الموبايل الايفون او السامسونج، تقدر عن طريق خدمه انه تنقر على مفتاح معين وتظل مثلا تتكلم، تقول مثلا افتح يوتيوب، راح هو يفتح اليوتيوب مباشره بدون ما تتعب نفسك، او اتصل على الشخص الفلاني، راح يروح يتصل على الشخص الفلاني. هذا هو السمارت او الانتليجنت. بس بنفس الوقت هذا ما صار سمارت اذا ما احنا غذيناه بهاي المعلومات، يعني مو كيفه، هو مو كيفه يروح يبحث عن شيء اذا ما احنا مغذيه بهذا الشيء. اذا هو يبقى آله، ما تقدر تعرف اي شيء الا عن طريقنا احنا، عن طريق بياناتنا احنا اللي ندخلها. اذا عندنا تعريف للحاسوب وانواع الحاسوب، عندنا الديسكتوب وعندنا اللابتوب. الاختلاف بيناتهم بالسعه، يعني مثلا ايش مهما تكون اللابتوب يكون الديسكتوب هو الافضل والاحسن. انا اقول افضل واحسن اذا كانت اللابتوب والديسكتوب بنفس المواصفات، بنفس المواصفات. مو اني مثلا اجي لابتوب كورت ديو على سبيل المثال، واجي الى كيس مثلا كور اي 7 وابدا اقارن بيناتهم، لا، المقارنه ما تكون بهاي الصوره. المقارنه تكون باللابتوب والحاسوب اذا كانت بنفس المواصفات، راح تكون الديسكتوب افضل من اللابتوب بكثير. هذه النقطه لازم تفهموها. اذا انواع الحاسوب عندنا نوعين. مميزاته، شنو مميزات الحاسوب؟ ما اعتقد احد ما يعرف، انه السرعه والدقه. يعني بدل الان مثلا لو تشاهدون بامكانك ما تكتب اصلا، ما تكتب بالكيبورد، مجرد انت تتكلم والمايكروسوفت هو راح يسجل ما تقرا انت. يعني بعد ما يحتاج انه احنا نكتب بالكيبورد نهائيا. وايضا ممكن يصحح لك، وممكن يكتب لك بالفصحى، وممكن يكتب لك باللغه الانجليزيه او اي لغه ثانيه. اذا هو نستعمله في كل شيء. انصحكم انه تستعملون الحاسوب، ما تستعملون الموبايل. الحاسوب يعني صحيا افضل، امكانياته اكثر، سعره قياسا بالموبايل يعني ارخص. نجي مكونات الحاسوب، عندنا مكونات ماديه وعندنا مكونات برمجيه، هاردوير سوفتوير. الهاردوير اي شيء ممكن نلمسه، اي شيء تلمسه هذا هاردوير، اي شيء ما نقدر نلمسه هذا سوفتوير. مثل الهاردوير، مثل الكيبورد، مثل الماوس، مثل الشاشه، اي قطعه نقدر نلمسها هاي يسموها هاردوير. السوفتوير مثل البرامجيات، اي برنامج احنا ما نقدر نمسك البرنامج، نقدر نكتبه. اذا هذا هو السوفتوير. العديد من المفردات لوحدات الادخال، وحدات الاخراج. شنو وحدات الادخال؟ شنو وحدات الاخراج؟ يعني اشياء واضحه ما يحتاج انهم يركز عليها. نجي لوحدات المعالجه. طبعا لوحه الام اللي هي المذر بورد، اللي هي القاعده الاساسيه، القاعده الاساسيه اللي تثبت عليها بقيه الاجزاء، مثل الهارد ديسك، مثل المودمات، مثل الباور سبلاي، الى اخره من المكونات الاخرى.
بالنسبة للمكونات البرمجية مثل ما اتفقنا أي شيء إحنا ما نقدر نلمسه هي هاي التطبيقات البرمجية، وعندنا كثير من الأمثلة، وعندنا شرح مفصل للوحة الأم. يعني الشرح مو إلا نصاً، يعني إذا يجيك بالامتحان ما تكتب لي فتشي نصاً، تكتب فتشي اللي تفهمه أنت. مثلاً هي لوحة الأم هي القاعدة أو هي اللوحة الإلكترونية الأساسية اللي تثبت عليها الأجزاء الحاسوب الأخرى. مكونات لوحة الأم، تحتوي لوحة الأم على الكثير من المكونات اللي احنا نسميها سلوتات أو سكوتات، واضح؟ فهذه عندنا بعض السلوتات خاصة بالميموري، خاصة بالمعالج، خاصة بالفلاش ميموري، خاصة هذه العلاقة بين النورث بريدج والساوث بريدج، شرح مفصل عنه. شنو هو النورث بريدج وشنو هو الساوث بريدج، واضح؟ واكو تفصيل اكثر لو تشوفون هذه الصورة، هذه الصورة أوضح. هذا هو النورث، هذا النورث، نورث بريدج اللي هو بالأعلى، هذا الساوث بريدج. واضح أستاذ. تمام. هذا مولد النبضات، طبعا هذا مولد النبضات اللي هو يعني مثلا من نشغل الحاسبة مالتنا راح نلقى التاريخ صحيح، من يبدي يتلف الباتري عندنا راح تبدي تخربط عندنا التاريخ. من وظائف هذه البطارية انه تحافظنا على الروم، على البيانات الأساسية للإقلاع، البيانات الأساسية للإقلاع، واضح؟ إذا تخربط عندنا التاريخ إنترنت ما تقدر تحصل، لأنه يعتبرك آي بي غريب، فلازم نضبط التاريخ حتى نقدر نحصل على إنترنت، لأنه بعض الأحيان تشوف إنه مدى يجيك إنترنت، مع العلم إنه أنت كأنك بالموبايل أو حاسبة ثانية وأنت ما عندك إنترنت. أول مشكلة تروح تحلها انه تتباوع للتاريخ اليوم والساعة اذا كان خطأ. مثل عندنا كارتات الاوديو، عندنا كارت وحدة المعالجة المركزية اللي هو السي بي يو، سنتر بروسس يونت. السي بي يو احنا نسميه عقل الحاسبة، عقل الحاسبة. طبعا فيه مجموعة اجيال وكل جيل فيه العديد من التفاصيل، ما راح ندخل بهاي التفاصيل، بس مجرد انه انت تعرف انه هذا الجيل الاول او الجيل الثاني، هذه معلومات عامة لك. الجيل الثاني شنو اللي يختلف به؟ ليش الفولتية كل ما تعلى كل ما الهرتزية تقوى، كل ما الاداء يكون افضل. بعدين بدأ الجيل الثالث اللي هي الطفرة أو الثورة العلمية اللي صارت، وبدأت المعالجات مثلا كور اي 3 أو كور اي 5 أو كور اي 7، وأيضا لكل كور إصدارات، واضح؟ واضح أستاذ، واضح. هذه شريحة البايوز، سامعين كل شيء اسمه البايوز. هذا البايوز او ذاكرة الروم هي هذه اللي نخزن عليها الاشياء الاساسية، طبعا تكون قليلة جدا، صغيرة جدا، كلفتها جدا عالية، سريعة جدا، عمرها اكثر من عمر الحاسبة يصنع، تخزن عليها الاوامر الاساسية لاقلاع النظام، فقط يسلمك الى النظام. يعني هذه الشاشة الزرقاء اللي تطلع لنا بالبداية اللي تحمل إلى أن تحمل شعار الويندوز، خلص فائدتها خلصت. الآن بدأ شنو شغل الهارد
والمعالج وكارت الشاشة الآن يبدي يشتغل، لأنه هذا كان مصمم على الدوس. عندنا أشهر شركات المصنعة للوحة الأم، طبعاً عندنا الكثير من الشركات لكن أشهرها اللي هي الأنتل، أزوز، جيجا بايت، MSI وغيرها من الشركات تنافس فيما بينها. هذه المكونات مكونات لوحة الأم من الخارج، مثل ما تشوفون هذه البورتات، طبعاً هذه البورتات أغلبها تغيرت لكن تبقى لازم نتعرف عليها لأنه لحد الآن موجودة عندنا وتشتغل لحد الآن. فممكن أنت إذا كان عندك مكتب صيانة أو أي شيء يعني من هالقبيل لازم تعرف هاي الأشياء، لأن احتمال تجيك مثل هاي الحاسبات. مثلا عندنا بورتات اليو اس بي، الان اصبح يو اس بي، كان عندنا 2 الان اصبح 3. الفرق بيناتهم بالنقل والسرعه، وبعض الموبايلات او بعض الاجهزه ما يدعمها اليو اس بي 2، تحتاج يو اس بي 3. وهذه اسماء المنافذ التسلسليه، مثل ما قلت لكم الكثير من الاشياء هي مجرد للاطلاع حتى تفهمها. انواع الكارتات الخارجيه ايضا اللي يريد يطلع عليها يقراها، فشيء جدا سهل فشيء جدا حلو، يعني مثل كارتات الطباعه، كارتات الشاشه، كارتات طبعا كارت الشاشه، اكو كارت شاشه العفو داخلي او كارت شاشه خارجي، وطبعا لازم موجود كارت شاشه الداخلي وينضاف الى كارت شاشه خارجي. هذه كلها معلومات بامكانك تطلع عليها. هذا الفرق بين السلوتات، يعني هذا مثلا بالمذر بورد على سبيل المثال، من اريد اغير ميموري او اريد اغير او اضيف كارت شاشه لازم اشوف المذر بورد مالتي بالبدايه، انه هذا المذر بورد شنو يدعم، شنو سلوت يدعم. تاخذ الرقم مالته بعدين تروح المحل اللي يبيها الادوات، اول ما يسالك مثلا الميموري، الميموري شنو اللي تريده، يا حجم او يا اصدار، مثلا دي دي ار 1، دي دي ار 2، دي دي ار 3، دي دي ار 4، الى ان هسه وصلنا دي دي ار 5. طبعا هذه كلها تقنيات، كلها اصدارات، شيء اعلى من شيء. مثل ما تشوفون هذه السلوتات وتشوفون انه الفرق بالفتحات، الفرق بالفتحات انه هذا بحيث الميموري مثلا على سبيل المثال الميموري دي دي ار 1 او كارت الشاشه دي دي ار 1 او دي دي ار 2 ما يصير، دي دي ار 2 ما يصير على دي دي ار 3 او دي دي ار 3 ما يصير على دي دي ار 4. فلازم انا اعرف النوع قبل ما اروح اشتري. هذه بقيه الاشياء، طبعا اكو اشياء تحتاجها انت تقراها، اكو اشياء لا ما تحتاجها بس مجرد اطلاع. مثلا هذا الفي جي اي، هذا كيبل الفي جي اي. الان عندنا الاس دي، اس دي ام اي اللي هو هذا اس دي ام اي، طبعا ايضا مجموعه مختلفه من اس دي ام اي. هذا هسه الموجود عندنا، هذا هو شكله. هذا اليو اس بي اللي من الساعه سولفنا عنه، طبعا اليو اس بي ايضا مجموعه منافذ مثل ما تشوفون، بدا باليو اس بي 1.1 والسرعه مالته 12 ميجا بايت بير سكند. هذه الرموز لازم تعرفوها، ميجا بايت بير سكند يعني بالثانيه، بير سكند على الثانيه، واضحه؟ هنا عندنا المنافذ الاخرى اللي هو يو اس بي 2، شوف الفرق مالته وصل عندنا الى 480، يعني النقل هائل. اعتقد ما لحقتوا على الويندوز اكس بي
قبل كانت النوافذ يعني من نريد نحرك النافذة تقدر تحس بالبطء مال الحاسوب والمعالج، لكن الآن ما أعتقد يعني، لأنه أنتوا تقريبا 2010 صعودا صارت عندكم الموبايلات والحاسبات بكثرة والتوجه، فما أعتقد ملاحقين على هيك شيء، لكن إذا تردون تشوفون موجودة يعني فيديوهات على اليوتيوب تشوف أنه الـ XP أو قبل 98 شلون كانت المعاناة وشلون الناس كانت تشتغل، حتى تحس بالفرق أنه شنو الفرق بين 12 ميجا بايت بير سكند وال 480 ميجا بايت بير سكند وال 5 جيجا بايت، والآن عندنا 10 جيجا بايت بير سكند، 10 جيجا بايت بير سكند، يعني سرعة نقل هائلة، 10 كيلو بايت بالثانية الوحدة. ومثل ما تعرفون أنه الميجا هي 1024، يعني الجيجا الوحدة هي 1024 ميجا بايت، والميجا هي 1024 كيلو بايت. إذا عندنا الكيلو، بعدين يجي بعد الميجا، بعدين يجي بعد الجيجا، وهذه هي أشكالهم، هذه أشكالهم. هذه السلوتات الخاصة بالهارد ديسك، هذا IDE، طبعا هذا جدا قديم وما موجود، ما موجود الآن، يعني ما راح تلقاه موجود، اللي هي هذه السلوتات مالته. بعدين اجانا الساتا اللي هو هذا السلوتات مالته، هذا السلوتات مالته. وشنو الفرق بين الساتا والاي ساتا؟ راح الخص لكم العناوين اللي مطلوبه من عندكم حتى تركزون عليها. عندنا مجموعه توصيلات اللي هن نسميها تشنابر، هذه هي التنابر، انه اللدات كيف نربطهن بالمذر بورد. المذر بورد مكتوب بجنب كل سلوت، مكتوب نفس الاسم هذا تلقاه موجود بالمذر بورد، وما من حقك مثلا تخلي الباور بمكان ال HDD ليد. طبعا هاي ال HDD ليد هو مجرد الضوء اللي عندما يشتغل الهارد يظهر ضوء، فبإمكانك انه ما تخلي اصلا، لكن مثلا الريستارت سويتش، ريستارت SW، هذا لازم تخلي. مثلا هذا الباور ليد هم مو شرط تخلي، لانه هذا مجرد انه يعطيك اشاره، والناقص والزائد ايضا موجودات بالمذر بورد، كل بن مسؤول عن هذا الشيء. تشوفون هذه الصوره الثانيه هي اللي موضحه اكثر. هذا هو الكي لوكت، معناته انه هذا الكيبل او هذا السلوت ما يصير انت تقلبه، ومثلا اليو اس بي لما تريد تشكله هو لازم بالمكان الصحيح، ما يصير تفر، هاي يسموه شيء كي لوكت. او مثلا عندنا الفيش بها مفتاح صغير يقفل عليها حتى بعد ما يتحرك من مكانه يسبب لنا مشاكل، هذا هو يسموه الكي لوكت. نمبر كونكشن، هذه هي الكونكشنات او التوصيلات مثل ما ظاهرة قدامكم، طبعا كل شركة عن شركة تختلف، لكن تبقى مثبتة عندك. مثلا هذا السبيكر مكتوب ايضا بالكيبل سبيكر، هذه فولتية كذا، هذا الليد للهارد، هذا الليد للباور، كله مثبتة وين؟ بالهارد، العفو بالمذر بورد. هنا بعض الاعطال اللي موجوده عندنا، مثلا اذا صار عندنا العطل الفلاني، اذا الميموري هو العاطل، او المذر بورد هو العاطل، او البايوز هو العاطل،
هنا يقدر يميز عن طريق الأصوات اللي تظهر لنا. مثلاً إذا صوت واحد one beep معناتها صوت واحد، هذا معناته البايوز مور العفروم، ذاكرة البايوز هي بها مشكلة. أو مثلاً إذا مرتين متقطع الصوت، الصوت مرتين متقطع ويتكرر، هذا المشكلة معناتها بالميموري. إذا ثلاثة معناها مشكلة بالمذربور، إذا أربعة أيضا بالميموري. بعض الأحيان ما قاعد بشكل صحيح، بعض الأحيان بعض الكونكشنات، بعض الروابط، بعض الكيبلات ما متصلة بشكل صحيح، فتتأكد من عندها قبل التشغيل. فهذا الجدول واضح. الآن ننتقل إلى المعالجات اللي هي البروسيسر. طبعاً هو بادين هنا بالكتاب هذا من الانتل كور تريو، طبعاً قبل كور 1 وقبل البونتيوم كان وقبل البونتيوم الكثير من الإصدارات، إلى أن وصلنا للثورة العالمية اللي بعد 2000 تقريباً اللي هو الكور تريو، معناتها أنه معالجين بنفس القطعة. طبعا فيه العديد من التفاصيل، يعني ما تكتفي بهذه الاسطر البسيطه، المدى السرعه مالته واختلاف بالطاقه الكهربائيه. المكونات الاساسيه للمعالج يعني بها وحدات ادخال وحدات اخراج وحده المعالجه المركزيه. هذا هو المعالج، اعتقد اكو صوره واضحه توضح الامر اكثر. هذا هو الميموري، هذه هي السي بي يو، وعندنا الرجسترات. شنو هن الرجسترات؟ شنو هو المين ميموري والكنترول يونت؟ هذا كله هو السي بي يو، هذا كله هو السي بي يو. فالكاش ميموري، الكاش ميموري هو داخل السي بي يو، ذاكرة الكاش ميموري هي داخل السي بي يو. انصحكم مشاهدة الفيديو مال الكاش ميموري، راح تستفادون من عنده كل شيء هواي، حتى تعرفون شنو الكاش ميموري وشلون من تريد تشتري حاسبة شنو معنى الكاش ميموري شنو فائدته، والميموري بصورة عامة أو السي بي يو شنو فائدة الأجيال الموجودة أيضا بالسي بي يو. مثل ما قلت لكم هذه المحاضرات أو هذا الدرس مو فقط أكاديمي حتى تريد تنجح، لا، استغله حتى تستفاد من عنده بصورة أوسع. هاي هي الذاكرة المخبأة مثل ما قلنا، الكاش ميموري. هذه هي تسمية المعالج، يعني بالبداية عندنا انتل، مثلا شركة انتل كور اي 7 كور اي 7 او كور اي 3 او كور اي 5. يعني بعض الاحيان نجد حاسبة كور اي 3 لكن هي افضل من كور اي 7 او افضل من كور اي 5. راح تقول شلون؟ راح اقول لك كل كور بمجموعة اصدارات، وحتى هذه الاصدارات بها مجموعة شو نسميه؟ مجموعة أجيال أو مجموعة أصناف. مثلا أني عندي الحاسبة مالتي أستعملها لغرض مكتبي فقط، يعني فقط وورد وتصفح مثلا، فما أحتاج أني حاسبة استهلاكية، مثلا ما أحتاج معالج نهاية. طبعا نهاية هذه قبل البروسيسر راح تجد هنا حرف مثلا يو، حرف اليو راح يدلنا على انه هذا المعالج قليل الاستهلاك. يعني شنو؟ يعني اي حاسبه رجال اعمال، مثلا هاي الحاسبات اللي يستعملوها فقط للتصفح اللي تصير حاسبه تابلت، هذه دائما المعالج مالتها يو، فايش مهما تكون هي تكون بسيطه وما تتحمل جرافيك، يعني ما تتحمل انها تشتغل عليها ماتلاب، ما تتحمل انها تشتغل عليها ادوبي بريمير، ما تتحمل انه تشتغل عليها 3 دي ماكس او اوتوكاد او الى اخره من البرامج الضخمه اللي تحتاج معالج قوي. فهذه فكره شلون نقدر نقرا المعالج. طبعا راح نبلش يعني بالدروس العمليه راح تعرفون شلون راح نبدي نقرا المواصفات، وشلون نقدر نعرف مواصفات حاسبتنا، وشلون راح نطور من حاسبتنا، وشلون راح نتمكن
من تطوير حاسبتنا بشكل صحيح احترافي، ومو مجرد يعني انا الميموري مالتي مثلا 4 جيجا اسوي 8 حتى تقوى، مو شرط، مو شرط. ليش؟ لانه من يقول انه المشكله بالميموري، احتمال المشكله بالهارد، احتمال المشكله كارت الشاشه، احتمال المشكله غير هذه. فشلون نقدر نحدد بالبدايه؟ يعني مثل الطبيب، يعني الطبيب الماهر هو مو يجيب ويشوم ادويه، تعال خذ هاي ادويه صارت الوصفه مالتك 100,000 وانت شيء ما فائده. الطبيب الناجح انه يشخص العله ويعطيك الشيء البسيط اللي يحل المشكله. فاحنا ان شاء الله راح نتمكن من هذا الشيء. مثل ما تشوفون هذه هي الحروف اللي موجوده، يعني حرف الكي شنو معناته، حرف الاس شنو معناته، حرف التي. طبعا كل كلمه او كل يراد لها محاضره بحد ذاتها حتى نفهم شنو الكي وشنو الاوفر كلوكينج او الاس، شلون نحسن الاداء او التي او البي الى اخره من المواصفات. ومثل ما تشوفون مثلا هذه بالنسبه للهاتف المحمول ايضا بها مجموعه الهاتف المحمول، قصده يعني الحاسبات اللي على هيئه لابتوب. راح تلقى المعالجات الان او الكيو او اليو او الاكس او الواي الى اخره من الحروف. واكيد يعني مرور الوقت راح تتحدث هاي وتنزل بقيه حروف اخرى تدل على الكيف. وهذا مثال واضح جدا، هذه شركة انتل كور اي 7، هذه يسموه الجيل الرابع. شلون اعرف الجيل الرابع؟ لان اول حرف هو الجنريتر، هو الجيل، اول حرف هو الجيل، من بعد الجيل هذا هو رقم الخاص بالمعالج وخاص بالهرتزية مالته. كل ما كبر كل ما كانت افضل سرعة النقل افضل. ومثل ما تشوفون هذا كي، هذا ام كيو، يعني بامكانك تراجع الرموز تقدر تعرفهم. انواع المعالجات، عندنا المعالج القديم اللي هو ذات الاسنان البن يسموه بي جي اي، وعندنا بدون اسنان اللي هو التاتش، لحد الان هو بدون اسنان. طبعا هذه الاسنان من الذهب الخالص لذلك سعر عالي. ليش من الذهب الخالص؟ لانه التوصيل مالته 100%. ما عندنا محددات اداء المعالج، ما هي المحددات لاداء المعالج؟ مثل ما تشوفون هنا أنا ذاكر حجم الذاكره المخبئه اللي هو الكاش، سواء كانت الذاكره المخبئه مستوى ال، يعني الذاكره المخبئه ان شاء الله نشوفها مثل ما قلت لكم بالعملي. الذاكره المخبئه فيها 3 ليفلات، ليفل 1 و 2 و 3. بعض الحاسبات بها ليفلين طبعا القديمه، لكن الان الاغلب بها 3 ليفلات، وممكن بالمستقبل يكون ليفل رابع، ممكن، لانه بدا بالليفل 1 بعد فتره صار بي ليفل 1 وليفل 2. وشنو معنى الليفل 1 او ليفل 2 او ليفل 3؟ راح ايضا راح ناخذ بعض المعلومات ان شاء الله بالمحاضره اللي تجي، وراح نتعرف على الاشياء الاساسيه والضروريه. تبريد المعالج وشنو فائده التبريد؟ اذا اول بدايه خلينا نعرف ليش نريد نبرد المعالج. المعالج عندما يعمل بهرتزيه عاليه راح تكون درجه حراره جدا قويه، فحتى نخفض من هذه درجه الحراره نعمل له تبريد. طبعا انواع التبريد مختلفه، من ضمنها يعني اذا تشوف هسه الموبايل على سبيل المثال ما يضعون فان، يضعون قطعه من الالمنيوم تبرد منطقه المعالج. او بعض الاحيان نشوف الحاسبات الصغيره نلقى مروحه جدا صغيره، او ايضا يستعملون مواد مع الالمنيوم لتخفيض درجه الحراره.
والأغلب هو يستعملون هذا الفان. طبعا الفان دي نوعيتين، وأيضا في العديد من النظريات. نظرية من عندها السحب، يعني سحب الهواء إلى الخارج أو جلب الهواء من الداخل. فهن طريقتين بالنسبة لهذه الفان. طبعا الفان مثل ما تشوفون هذه قطعة البلاستيك، الفان مشكلة على المفرغ مشتت درجة الحرارة اللي هو هذا الألمنيوم. أعتقد أغلبكم شايفة أو يعني بالحاسبة خاصة بالكيس، الحاسبة الصغيرة تلقاها فان جدا صغيرة. الآن ننتقل إلى المعالجات. هذا هو بداية المعالجات اللي هو البونتيوم. يعني من أقول بداية المعالجات ما أقصد المعالجات، أقصد معالجات الجيل الثالث أو الجيل الثاني. بعدين نبدأ بالجيل الثالث اللي قبلهن، هو مجرد يعني ما نلقى الآن ما موجود، لكن الموجود الآن بالأسواق اللي ممكن نقدر نشتري نقدر نستعمله، هو يبدأ من البونتيوم دول كور والبونتيوم دي. طبعا كل واحد دي مميزات. السؤال من يجي على يعني من يجي على هيتشي مادة علمية ما راح يكون شيء مختصر، بحيث أنا أعطيك الحرية بالكتابة، بحيث ما أقيدك إنه شنو الفرق بين الكور ديو والكور دي. لا، ما أعطيك هيتشي شيء بحيث لازم أنت تقرب تمعن هاي النقطة. بس لا، راح أعطيك شيء يعني مختصر يعني عام، بحيث تقدر تجاوب بسهولة. هذا هو المعالج اللي أصدر من 2006 إلى 2011 اللي هو الكورتيديو، وهذا هو شكله. بعدين أجت معالجات الجيل الثالث اللي هو الكور آي 3، بعدين أجت كور آي 5، كور آي 7. ومثل ما شرحنا سابقا أنه كل معالج فيه العديد من الأجيال. هنا تقدر تطلع على الأعطال والسبب والحل مالته. أيضا هذه الأشياء حاولوا تقروها تستفادون من عندها، بحيث الأشياء اللي تمر بحاسباتكم بإمكانكم تستغلوها، بإمكانكم تستفادون من عندها. الآن عندنا الذاكرة الرئيسية. سبق وأن شرحنا بعض الأشياء عن الميموري اللي هي الرام. هذه هي الأقسام الرئيسية للذاكرة، الذاكرة العشوائية الرام والروم والكاش ميموري والريجستر. هذا المخطط يوضح لنا زيادة الحجم، يعني الذاكرة المخبأة اللي هي الكاش هي أصغر ذاكرة، من بعدها تكبر الذاكرة وتكون الميموري، ومن بعدها يبدي القرص الصلب. مثل ما قلنا القرص الصلب يتكون من عدة أنواع، من الـ HDD ومن الـ SSD. ومثل ما تشوفون كل ما يزداد الحجم، كل ما يزداد الحجم تقل السرعة. هنا العملية عكسية، يزداد الحجم، تشوف الأسهم هنا زيادة السرعة، يعني الذاكرة المخبأة هي الأسرع. لذلك وضعنا الكاش ميموري مع السي بي يو لتفادي السرعة المفرطة للسي بي يو، لأنه السي بي يو اللي هو الريجستر، طبعا السي بي يو يتحرك ضمن الريجستر تخزين البيانات ومعالجتها من خلال بقية الأجزاء. السي بي يو يتعامل مع ذاكرة جدا سريعة، الذاكرة إذا كانت جدا سريعة راح تكون غالية، لذلك حجمها يكون صغير حتى يتوافق مع سعرها. لذلك نشوف هذا الهرم موجود لنقل الداتا، يعني هل بالإمكان نقل الداتا مباشرة من السي بي يو إلى القرص الصلب؟ نعم بالإمكان، ولكن نحتاج إلى وقت جدا كبير قياسا بالموجود الآن بالاستراتيجية الموجودة.
هل بالإمكان دمج كل هذه؟ لا، ما ممكن دمج كل هذه. ليش؟ العلة مو بال مو إنه أنا ما أقدر مثلاً أدمج هذه الثلاث أشياء وأخليها على شكل ذاكرة واحدة. يعني المستقبل هذا الشيء راح يكون موجود، لكن راح يوفرون إذا قسموا هاي الذاكرة إلى ثلاث أجزاء، راح يوفرون الشركات التصنيع إنه تتحكم بكل جزء على حدة، وأيضا المستخدم بإمكان المستخدم يشتري هاي الحاسبة بمواصفات معينة، وبعد ذلك عند ما يكون عنده إمكانية راح مثلا يستبدل فقط الهارد، أو يستبدل فقط الذاكرة الرئيسية، أو يحدث الذاكرة الرئيسية، بدل ما 4 جيجا يسويها 8 جيجا، بدل ما 8 يسويها 16. لكن إذا أجت قطعة واحدة ما بإمكان المستخدم، يعني الحاسبة ما على سبيل المثال 600 دولار، الذاكرة هذه إذا وضعوها مثلا سعرها خلينا نقول 400 دولار، فمو من المنطق أنه يشتري حاسبة 600 دولار ويريد يغير قطعة صغيرة بالحاسوب سعرها 400 دولار. لذلك جزأوا هذه الميموري وقدرنا نشتري مثلا القرص الصلب اللي هو الهارد مثلا نشتري 100 دولار، نشتري الذاكرة 50 دولار، نشتري مثلا الذاكرة المخبأة ما ممكن نشتري لأن هي بالسي بي يو. واضحة الفكرة؟ فهذه الفكرة بصورة مختصرة، وهذا شرح عن الرام وشنو هو الرام وشنو فرقه عن الروم. هاي دائما الأسئلة المتكررة انه الرام والروم، شنو فرق الرام عن الروم؟ المكونات منين تتكون؟ التشيبسيت هي الشريحة، التشيبسيت معناتها هي القطعة اللي يسموها باللغة الإنجليزية التشيبسيت أو تشيبس، تكون واضحة عندك. هذه مثل ما تشوفون هذه الصورة، طبعا هذا الكتاب جدا راقي يوضح لك، يعني من خلال الصور أنت بإمكانك تكتب المعلومة. هذه هي التشيبس، شوف الميموري يتكون من مجموعة من التشيبات، تشوفون ظاهرة قدامكم الشرة باللون الأخضر اللي هي تكون الميموري. هذا السن الفتحة تميز نوع الرام، يعني الميموري DDR1 يختلف عن DDR2 يختلف عن DDR3 بمكان هذه الفتحة، بحيث أنت تعرف الحاسبة مالتك أي نوع، واضح؟ وبعد ذلك تروح تشتري مثلا هسه هذه الميموري هي DDR معناته DDR1، فمن تريد تشتري لازم تشتري DDR1 حتى تضعها وين؟ بالمذر بورد مالتك. بعض المذر بورد، بعض وليس الكل، ممكن تجد مثلا تجد DDR2 DDR3، يعني سلوت DDR2 سلوت DDR3. البعض يعني ما انا يعني شفت فقط مذر بورد واحده تدعم هيك شيء، لكن غالبا تلقاها تدعم نوع واحد فقط، يعني DDR2 او DDR3 او DDR4 الى اخره. وهذه البقيه مثلا هسه الميموري شلون نقرا، شلون نقدر نقرا هذه القطعه، تشوفوها جدا واضحه، هذه DDR2 وايضا الحجم مالتها، مثلا هاي 256 ميجا بايت او هذا 512، او بعض الاحيان نلقى X1 X2 معناته ضعف، معناته اكو تشيبسيت من الامام وتشيبسيت من الخلف. هنا ال DDR3 مثل ما تشوفون DDR3 هذا DDR3، ايضا شركات متعدده لكن تبقى نفس الهيكليه، نفس الستركتشر مستعمله DDR4 ايضا. الان وصل الى 16 جيجا بايت، يعني جزء واحد 16 جيجا بايت، وممكن DDR5 لكن اعتقد ما موجود هذا الكتاب لانه حديث جدا. وهذه الصور مثل ما تشوفون وعدد اسنانها ايضا، وشنو الفرق بين DDR1 DDR2
حين تختلف بعدد الأسنان. عدد الأسنان معناتها عدد التوصيلات. وأيضاً التشيبسيت صغيرة، هنا التشيبسيت كبيرة. معناتها الذاكرة تكون أقوى أو ضعف، ضعف بعض الأحيان للسرعة. هذه هي السلوتات الخاصة بالميموري. هذه هي الإشارة DDR2، يعني هسه هذه DDR2. إذا هذا الميموري اللي أستعمله لازم DDR2. إذا ننهي محاضرتنا بالذاكرة المخبأة، إن شاء الله نكملها بالأسبوع القادم. أرجو أن تشاهدون الفيديوهات اللي نصحتكم بها، تشتركون بالقناة، إذا عندك أي سؤال ممكن تعلق.